شكرا جزيلا عزيزي. الآن انتهى الاجتماع مع منظمة الصحة العالمية وصحة البصرة والبيطرة ومنظمة الفاو العالمية. هذا المرض الآن، أنا أشكر الأخ قائد الشرطة وكل السادة الضباط، يجب الانتباه. يعني هذه قضية الحمى النزفية بادية بالانتشار بشكل مخيف، يعني مو فقط أنه مجرد أنه تخويف الناس، لكن منظمة الصحة العالمية معتبرة الآن تقريبا، نكون واضحين، أنه الجنوب، الناصرية، العمارة، والآن البصرة بدأت تنتشر بشكل مخيف. فالرجاء أنه ناخذها محمل الجد، لأنه هذه قد تكون السنة القادمة أخطر من ما مر علينا في الزمن السابق من الكوفيد، يعني الكورونا. فأرجوكم أنه نكون حذرين ونحافظ على، ممكن أي بيت من بيوتنا يصاب بهذا الموضوع. شكرا جزيلا للجميع.